هي صور صادمة لمخلفات الفيضانات. ليلة سوداء عاشها سكان عين فكرون، عين كرشة وعين مليلة. طرقات مغلقة، أحياء غمرتها المياه، سيناريو يتكرر مع كل تساقط للأمطار. الحملة طريق مقطع، وزادونا دارونا طريق منا ما خدمونا طريق، زاد ما خدموناش القناطرة ذوك. هاي فسدت منا الطريق، وحدها أبيبري وحدها 30 كيلو ل 40 كيلو. وزاد عندنا من احلى كي طابت منا عندنا التيوات تاع الواد مفلقين تاع الواد. هذا اللي داره لنا راه دارته قنطره اللي هي في الواد هذيك، كون خدموها لنا ما يكونش الشيء هذا كامل. احنا كل عام احنا كيما هكا، ديجا ما عندناش اربع شهور فوتنا ازمه اكثر من هذه، فهمتني؟ وهاك تشوف طلت شو البيبان كل تخللهم ديالك. ايه هاك شوفها. دقائق قليلة من تساقط الأمطار كانت كفيلة في إحداث خسائر متفاوتة لهذه المناطق، الذي يطالب قاطنوها من السلطات حلا نهائيا لهذا الوضع الكارثي. الحكاية دي عندها واحد 20 سنة، كل خطر احنا شكينا درنا. أنا بصيفتي كعضو في لجنة الحي عينا جرينا الأم البواقي تاع طرقات، هذا يبعث فينا لهذا. والله يا سيد الوالي غير احنا كل خطر هك. ما لقيناش مع من نهضروك ساي، والسلطات كل على بالهم يجيو وكل على بالهم. كيما البارح في الليل جاوا في الطوموبيل شافوا راحوا. ولاية أم البواقي عينة لعديد المناطق في مختلف ولايات الوطن نتيجة إهمال ولا مبالاة المسؤولين. المواطن البسيط وحده من يدفع الثمن.